في الوقت الذي يعاني فيه غرب الولايات المتحدة من موجة حرارة مرتفعة، لقي 19 من عناصر مكافحة الحرائق حتفهم خلال مواجهتهم لحرائق هائلة في منطقة غابات ولاية أريزونا. شبكة CNN الإخبارية الأمريكية ذكرت أن رجال الإطفاء قتلوا خلال محاولتهم إطفاء حرائق منطقة يارنر هيل شمال فينيكس في أريزونا بسبب ارتفاع درجات حرارة إلى معدلات قياسية، حيث بلغت أكثر من 50 درجة مئوية في بعض المناطق. فقدنا 19 إطفائيا، النيران كانت تمتد بسرعة حين وصل رجال الإطفاء إلى المكان. الرياح القوية ساهمت في امتداد الحرائق إلى مساحات واسعة بلغ 809 هكتارات، وأجلت السلطات سكان يارنر هيل بعد أن تسبب الحريق بتدمير 250 منزلاً، أي نصف عدد المنازل، من دون أنباء عن وقوع ضحايا.